عاجل تصريح خطير من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من جمهورية مصر العربية بشأن ما يحدث في السودان الآن. ومصر تكسب مواجهة جديدة ضد الكيان الصهيوني في الرياضة وتسحقه. وضربة خطيرة من الداخلية المصرية ضد شبكة لتعدين عملة بيتكوين الرقمية. وعاجل تعرف على رد فعل مرتضى منصور على فوز الزمالك بلقب الدوري المصري. وبلاغ مصري عاجل ضد شخص لمنعه من دخول مصر سعودي مشهور بسبب الفتيات المصريات. ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار الجديدة أول بأول، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 3000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وضربة خطيرة من الداخلية المصرية ضد شبكة لتعدين عملة بيتكوين الرقمية. تمكنت الداخلية المصرية من ضبط شبكة لتعدين العملة الرقمية بيتكوين في الدقهلية، حيث تم ضبط 3 منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات. أفاد موقع قاهرة 24 بأنه تم ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لإنشاؤه شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة بيتكوين بإجراء حسابات وعمليات معقدة للوصول إلى هذه العملة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية. وتابع أنه تم ضبط 3 منصات لتعدين العملة الرقمية، والتي تحتوي على 28 جهاز دعم للشبكة الخاصة بتبادل العملة، كما تم ضبط 4 أجهزة إمداد بالطاقة متصلة بأجهزة كمبيوتر ومحمل عليها برامج تعدين العملة، وضبط شبكة لإعادة توزيع الإنترنت هوائيا دون ترخيص. المصدر معنا كان من القاهرة 24. وزي ما ذكرنا من قبل، إن عملة البيتكوين أو أي عملة رقمية هي غير قانونية بالنسبة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تصريح خطير من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل. وإثيوبيا بتتعهد بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية. وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر. ولفت خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره. وأضاف أن مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا. المصدر معنا كان من RT. إذا طالع علينا وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، يعني مش عاجبه الفعل التونسي الداعم لمصر في قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن. فطالع بيقول إن لو تونس عملت كده تاني فده هيخلي مثلا الدول اللي هي مصر والسودان في موقف صعب. ولكن مصر تستخدم الحكمة في هذه القضية، تستخدم الحكمة لأقصى الدرجات. ومصر قادرة على الحفاظ على مياه نهر النيل، قادرة وبشدة قادرة على الحفاظ على مياه نهر النيل القادمة للسودان ثم لمصر. فإثيوبيا يعني تصريحاتها مستفزة، ومصر بلها طويل جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من جمهورية مصر العربية بشأن ما يحدث في السودان الآن. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تضامن مصر الكامل مع الخرطوم بسبب الفيضانات التي تعرضت لها عدة ولايات سودانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وذلك للإطمئنان على الأوضاع في السودان بسبب الفيضانات، حيث جدد شكري تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع قدما بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تناول الوزيرين للعديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. مصدر معنا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. معنا خبر صار، ومصر بتكسب مواجهة جديدة ضد كيان الصهيوني في الرياضة، وتغلب منتخب مصر للناشئين لكرة السلة 3-3 تحت 18 سنة على منتخب الكيان الصهيوني بنتيجة 20-13 في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة في هنغاريا خلال الفترة من 24 وحتى 29 أغسطس الحالي. وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني في البطولة بعد الأول على نظيره الروماني بنتيجة 18-13 نقطة. ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من بيلاروس وألمانيا ورومانيا وكيان الصهيوني، فيما يلعب منتخب الناشئات في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وهولندا وأوكرانيا ورومانيا. ويحمل المنتخب الأمريكي لقب بطل العالم سواء على صعيد الناشئين أو الناشئات. يذكر أن بطولة العالم للمصارعة للشباب التي أقيمت في مدينة أوفا الروسية خلال الفترة بين 16 و22 أغسطس الجاري مواجهة مصرية مع الكيان الصهيوني. فاز المصارع المصري عماد أشرف على منافسه من حكومة الاحتلال بنتيجة ساحقة 5-0 في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات وزن تحت 77 كيلوغرام في الدور ثمن النهائي للبطولة، ومن ثم تغلب على بطل أرمينيا بنتيجة 5-1 في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة. ولكن المصارع المصري خسر أمام بطل النرويج إكساوس موكوبو في الدور قبل النهائي، واكتفى بالمركز الخامس في البطولة بعد أن خسر أيضا أمام الإيراني محمد حسين بنتيجة 8-4 في النزال في المصارعة. مصدر معانا كان من وكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تعرف على رد فعل مرتضى منصور على فوز الزمالك بلقب الدوري المصري. هنأ الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور النادي على فوزه بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الإنتاج الحربي 2-0 أمس الثلاثاء ضمن الجولة 33 للدوري. مرتضى منصور قال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك، جاء فيها: ألف مبروك للرجال الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة، مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة، وأسعدتهم وأسعدتوني أيها الرجال، كل الفريق كان على قدر المسؤولية، مبروك لأعضاء وعضويات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم، مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة، مبروك مبروك. طبعا يعني أنا أهلاوي، ولكن حابب أقول لإخواتي الزملكاوية ألف مبروك على لقب الدوري. المصدر معنا كامل الصفحة الرسمية بتاعة مرتضى منصور على الفيسبوك، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبلاغ مصري عاجل ضد شخص لمنعه من دخول مصر سعودي الجنسية مشهور بسبب الفتيات المصريات. تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام المصري حمادة الصاوي ضد البلوجر السعودية سلطان لمنعه من دخول الأراضي المصرية لإهانته الفتيات والسيدات المصريات. وقال صبري في بلاغه الذي حمل الرقم 65190 لسنة 2021 عرائد النائب العام، إن المبلغ ضده أحد مشاهير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة
الذي يستخدم أساليب حقيرة رخيصة مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة، وذلك لنشر تلك الفيديوهات وسرعة نشرها. فقد تعدى في بدايته على دولة الكويت، وتابع المحامي أن الفيديوهات المبلغ ضده أثارت حفيظة مواطني كويت ضده، ثم الآن أتى الدور على مصر ليخرج المبلغ ضده بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتحدث فيه عن الشعب المصري بأنه يشتهر ببعض الحركات وكلمات غير اللائقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بتوجيه السباب لكل المعترضين من الفتيات والسيدات المصريات. واختتم المحامي بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول مصر. المصدر كان من مصر تايمز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني أعتقد فعلا أنه يعني المفروض يتمنع من دخول مصر، اللي يغلط في شعب عظيم زي الشعب المصري يتمنع فورا من دخول البلاد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لآخر خبر معانا، وخبر سريع، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد متهم استولى على 2,600,000 جنيه. ألقت السلطات المصرية قبض على متهم بالنصب تحايل على المواطنين بإيهامهم باستثمار أموالهم في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، واستولى منهم على 2,600,000 جنيه. معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام شخص مقيم بالجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. أفاد موقع اليوم السابع بأن المتهم يواجه في تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، ويتم النظر فيها أمام محكمة الجنح. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليقات. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى لو استفدتوا من هذه الأخبار ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو وتعملوا متابعة للصفحة ولايك للفيديو، يعني من فضلكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله وأخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.